ذكر الملايين اللي هيتابعوه، في ملايين تابعوا بقى كمان لقطه لطيفه جدا للنجم طبعا السابق لفريق مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي ديفيد بيكهام، اللي عمل فيديو بيرسم فيه على حيطه ولكن بيرسم بالكوره. طبعا ناس كتير جدا تفاعلت مع الفيديو ده وقالوا ان بيكهام ابتكر طريقه جديده للرسم باستخدام مهاراته الكرويه. طبعا بيكهام نشر مقطع الفيديو ده وهو لابس بنطلون ملطخ بالالوان وبيشوط الكوره الملطخه هي ايضا بالالوان على الحيطه لتتكون في النهايه لوحه فنيه مرسومه بشكل فوضوي حبتين ولكنه لطيف لشجره الكريسماس. على ديفيد بيكهام على الفيديو قال: تسببت في الكثير من الفوضى اليوم في العمل. حلوه الفكره، مش وحشه.